وترشد هذه التأليفة بين الإنسان أثر المجتمعات وأوقات المهتمين خاصة في علاج الألم. له من الأعمال صدقة رواية سهور الأسر طبع الأولى في مايو 2006، خالد بن سليمان رواية طبع الأولى في مايو 2008، رقص قوس قزح طبع الأولى مايو 2010، المنتصر طبع ثالث رواية الطبع الأولى أكتوبر 2011. له مجموعات تخصصية مجموعة مدرين مجموعة تخصصية رواية 2005 واليوم الثامن مجموعة تخصصية أكتوبر 2009. له أشعار وأسجال العامية المصرية منها دوائر رواية أشعار العامية المصرية مايو 2004، حواديت في كتاب الحب رواية أسجال وأشعار العامية المصرية يوليو 2005، الاسم المصرية ديوان الأشعار العامية المصرية العامية المصرية يوليو 2005، ترجمة قهوة مع جريمة ديوان الأشعار العامية المصرية. أما رواية تنظيم الأيوب فهي باختصار شديد رواية عائلة ابتدأ بجد رمسيس المصري الذي يشيد عبارة تنم بديعة التصميم لتصيغ خالصة له ولعائلته الكثيرة من بعد. ثم تأتي عائلة المحمدي لتسكن، والتي كانت تسكن في مكان مستقيم تعلم الصحراء، تسكن قريبا من سكان العمارة. العمارة العائلة الوحيدة، وتتطور الأحداث فيصبح أحد أفراد عائلة المحمدي من سكان هذه العمارة، بل يرتبط معهم بنسب وصهر حين يتزوج هو الضابط المحمدي من السن مريم تحت العائلة. لكن هناك تاريخ للعبارة قبل ذلك، يعني هناك رغم أن العبارة كانت مقصورة على هذه العائلة الوحيدة، إلا أن بعض السكان قد مكثوا العمارة لبعض الأشخاص لم يكن مهمل المحمدي وهو الأول من صاحب العبارة غير الضرورة. كان قبله التركي والفرنسي واليوناني. هنا لابد ان نتوقف قليلا لنقول ان بغداد لا يمثلون او يمثلون مرجعيه اكبر من كلمتهم البشريه المحدوده. اكثر شخوص الروايه رغم انهم من لحم ودم الا انهم موظفون روحيا في روايه رمزيه كبرى كي يتعدوا ذواتهم البشريه المحدوده ليصيروا رموزا لمجالس البشريه الانسانيه قابله للتكرار عادلة لذلك فكرة البشرية وحدها تكون معبرة عن أنساق وقيم وحضارات بل المؤسسات. هنا تنكسر وظائف البعض دلالات كبرى أو تصاوم في حياة الوقت. قد تشير هذه الشخوص إلى مؤسسات دينية أو سكوية أو اثنين معا. سببوا العبارة الأولى من غير العائلة الوحيدة يمكن تأويله وأيضا من العلاج الوحيدة باعتباره ثقافات وأمم مرت على مصر، لكنهم كانت أوقات محدودة للألماني والفرنسي والتركي يمثلون ليس فقط أشخاص محدودين إنما يمثلون الحضارات والأمم التي مرت على مصر. حتى كانت عائلة المحمدي لتكون وافدا ومتغيرا جدا مقيما يرقص ولا يرقص، ومن ثم ينشأ ويتكرس واقع جديد للبيت والعائلة. هنا يصير العبارة رمزا لهو أكبر شيء من وجهة نظرية بل جغرافية وسياحية محدودة. أغلب عناصر هذه الرواية الثالثة يمكن قراءتها، بل لابد من قراءتها باعتبارها رمزيات وبوابات عوالم كبرى ودينية ومؤسسية إلى رواية لها مسؤول عليها لتلعب دورا في المستوى الأول وهو مستوى الحكاية البسيطة. تلعب على ذلك أدوار أخرى بسيطة. هي إذا رواية تحولات، ولكن التحولات هنا ليست كرواية التحولات في النموذج المصري الشهير الذي انصرف أغلبه من الحديث عن تحولات مصر منذ الستينيات ظهورا في السبعينيات حتى منتصف التسعينيات، ولا هي تحولات القرن العشرين في بعض الروايات المصريه الشهيره، ولا هي كذلك النموذج الاكثر طموحا كان في روايه الصباح والمساء
شخص محمد عامر حتى 10 سنوات، لكن انا هنا سنكون بإزاي التحولات المصريه الكبرى فيما يمثل ما قبل دخول الاسلام وما بعد دخول الاسلام. بل وربما يكون هذا تمويلا من فكر ان يوم رحلة جدي
كنا نعمل. وكان كعبتنا أمام شقة الست مريم في الدور الثاني في حضن البناية الشامخة بطوابقها الخمس. أما عن الست مريم كانت شابة كذابة في منتصف العشرين، ولكنها كانت عزيزة عن الزواج كما عرفنا جميعا بعد أن رفض أبوها بنيامين الابن الأكبر لابن بطرس قبل أن يموت بأيام أن يزوجها من شاب في الحي. كانت تحب لكونه قريبا عنها، لا أصل في سن أو إيطالي أو شيء. لما جاءها عريسه كانت تشيك بوجهها تعترف وتقول لن تتزوج مريم. وكانت مريم جميلة القسمات ويشوفها في القوام هادئة الطبع لطيفة وكثيرة التواصل معها، ولكن يسحق من الحزن أو الجلد والوقار. كانت تبلغ وجودها على الدوام، ومع أننا لم تكن كلنا سوى بلدع عوائل معدودة صارت إلقائيا بلدع ست مريم بسبب إلهها هذه أو الغرب بنضج متميز تكاد تلمسه كل تصرفاته. هذا بالإضافة إلى النفعة الاستطلاقية ورغم دائما ما كان يتطلب برفعها أن فيها المدبر في أعلى قليلا وبخفض جنيه العليين حتى منتصف وقوعها حين تتكلم. وبقت الست مريم في البيت ولم تعمل بعد ذلك لصرف الأدب الإنجليزية، ولكنها كانت تتبع بنات نحن الشباب في عصر كل يوم الجمعة لتحكي لنا حكاية من التراث المصري أو الإغريقي القديم أو تقص علينا قصة رواية أو مسرحية من الأدب الإنجليزي الذي مختصة به أو العالمي الذي ألم به لنفر اتباعه. وعلى الرغم من تقارب أعمارنا فإن ثقافتها وثقافتها ومحاضراتها الأسبوعية مثلا بالإضافة لجدتها وحتى غلال الانتقاد لاختلافاتها أحيانا وخيارات ملابسها المحتشمة وألوانها الرمادية الباردة غالبا أطفت على سنينها السنوات، فصرنا نحن الشباب ندعوها الست مريم. كأنها واحدة من عماتنا أو خالاتنا أو ابنة من البنات ابننا مرقص أو زوجة في أحد أبنائنا. وحتى صاروا هم أيضا وهم الذين كانوا في مقام روايها يدعونها الست مريم. لنا سحر ليالي القاهرة
وعلى بحر. فيشرفني أن أكون مع رواية مريم مونتير للدكتور شريف ماهر جيكا أمريكا، وأشكركم جميعا واحدا واحدا. هذه الرواية بالنسبة لي رواية حينما تفضل الأستاذ الكريم الأستاذ مصطفى عبد الله بمحي هذه الرواية، أوجدت أن ذلك تكريم بالنسبة لي أن أقرأ هذه الرواية وأن أكون ضمن مناقشتها. في حضور كوكبة من ألمع وألقى أبناء مصر. ويلفت النظر بقوة هذا العنوان مريم وهاجر، ثم هذا الغلاف، ثم هذا الحجم. فرواية من الحجم الكبير. وحينما نقف على العتبة الأولى في هذا النص وهو العنوان، لأنه يطيب للنقاد أن يسموا العنوان هو العتبة ويسموا النص هو البيت الذي ندخل إليه من خلال هذه العتبة، أو يطيب لهم أن يطلقوا على العنوان اسم المبتدأ وعلى النص الرواية نفسه الخبر. فإذا وقفنا أمام البداية وهي مريم سنجد أن أول كلمة تطالعنا هي مريم، وهي اسم، واسم أنثى له حضور فرد في الذاكرة الجماعية والوجدان الإنساني عامة وليس نص فقط. فاسم مريم له أصول هائلة وثقافة كبيرة جدا بداخلها، فهو كلمة تثير ذكريات شعورية كبيرة. بمجرد نطق كلمة مريم يثار تاريخ عريض جدا للنقاء، للصفاء، للعذرية، للصدق، للطهر والطهارة والقداسة أيضا. والعطف الرجال، إذا فهناك ثلاث كلمات، الكلمة الأولى مريم، الكلمة الثانية وهي حرف الواو، الكلمة الثالثة اسم أيضا الرجال، عالم الأنثوية في عالم الرجولة متمثلة في رجال كثيرين، أما عالم المرأة فمتمثل في واحدة فقط هي مريم وهذا، وهذه هي العلاقة اللاهية. طبعا هذا العنوان لا يعطي كل ما فيه، لأن هو منطوق، ولكن هذا المنطوق فيه عذب كثير جدا، وعلى القارئ أن ينطق ما هو محذوف أو يعلم علامته فليسمع. لأن مريم والرجال، ماذا عن مريم والرجال؟ هذه الرواية هي رواية مريم والرجال، ماذا فعلت مريم مع الرجال؟ وماذا فعل الرجال مع مريم؟ وما هو الموضوع أصلا؟ إذا النص الذي يكشف لنا عن هذا العنوان، وهناك تواصل فذ بين العنوان وبين النص الروائي. ليس العنوان في جهة والرواية في جهة أخرى، وإنما هناك تواصل وهناك توازن وهناك دلالة. حينما أناقش هذا العمل فأنا أقف أمام عملية واحدة أو فكرة واحدة، وكيف تحققت هذه الفكرة؟ أقف في هذه الرواية أمام ما يسمى وجهة النظر، وهي point of view، وجهة النظر المتمثلة في هذه الرواية، وكيف تحققت فنيا وكيف تحققت موضوعيا. وجهة النظر التي تصلنا من هذه الرواية هي عملية التداخل الفرد بين أبناء هذا الوطن على هذه الأرض وهي أرض مصر. هذا التداخل بما فيه من قلق أحيانا، وبما فيه من ود أحيانا، وبما فيه من إشكاليات كثيرة في معظم الأحيان. هذه وجهة النظر التي تدرسها هذه. كيف الفنية أو الرؤية الفنية والرؤية الموضوعية التي كرست
وجهة نظر وجعلتها في هذا الكتاب. أول شيء في الرؤية الفنية سنجد أن الكاتب الدكتور شريف مليكة استخدم السارد من النوع الثالث. الحاكم الذي يدفع الرواية هو شخص لم يحكي الرواية عن نفسه، وإنما دائما يستخدم الضمير الثالث هو. يقول كانت مريم تخبرنا بربع أعوام، مريم ترفض الزواج، مريم ابنة ابنة بنيامين ابن بكر. إذا هو يحكي عن أشخاص في الغالب في غالب الرواية وفي معظمها غيرها. هذا أدى إلى ما حينما يكون السارد يحكي عن أشخاص غيرها، يكون مثل الكاميرا المحايدة أحيانا في التصوير، هو يصور، ولكن هذه الحالة فيها نقطة أيضا، لأن الكاميرا ليست محايدة تماما حينما تنقل الصور. فحينما تكون هناك كاميرا ونكون نحن موجودون جميعا، ثم تركز الكاميرا على شخص فقط رغم الموضوعية النقل، إلا أنه ليست هناك محايدة في هذا التركيز. الراوي يسرد بالضمير الثالث، وإذا فهو يسرد عن أشخاص غيره. هذا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى نوع الرحلة، رحلة من الخارج أكثر من الداخل. بمعنى حينما يكون السارد يحكي عن أشخاص آخرين، فنحن دائما ما نكون في الخارج، لأنه يحكي عن الأشخاص من خارجه، ولا يحكي من عن شخصيته من الداخل، فنغوص في ذاته وتكون الرحلة إلى الداخل. هذا أدى إلى بعد المسافة الزمنية الكبيرة جدا التي تتناولها هذه الرواية. هذه الرواية تتناول مسافة زمنية كثيرة جدا، مما يشير إشارة ما إلى تاريخ هذا الوطن. كذلك أيضا كان هناك حرفية عالية في التركيز على البيت، على العمارة، السياق بيت، وهذا البيت أسسه الجد الأكبر، الجد الأكبر، وهو هذا الجد يطلق عليه اسم جاد، اسم مصر، فكأن هذا الجد هو مصر، أو هذه هي مصر، أو هذا القصر مصر. هذه إشارات دالة في غاية العمق، وتحمل رمزية خاصة بأن الموجودون في هذا البيت أولا هم المصريون، وهناك عائلة أخرى تأتي تأخذ لقب محمد، وهذه إشارة دالة أيضا إلى أنهم ينتسبون إلى محمد أو محمد. فحينما يأتون فهم يأتون من الخارج ويقيمون في الداخل، فهم طالبون، وهذا يتواصل مع الواقع التاريخي والواقع الموجود على أرض هذا الوطن. فهذا التواصل موجود. وجهة النظر في هذه الرواية تكرس لهذا العمل بعض الآداب أو بعض الفنون تكتفي بعملية التجميل، ولكن هذه الرواية أحيانا ما تضع الإصبع في العين. فأنت حينما يكون أمامك ورق ما أو جمل ما، فأنت تضع يدك فيه إذا كنت شجاعا، ولأن هنا تراصل المؤلف مع كونه طبيبا، فهو يضع المشرط في الدم بلا رحمة وبلا حرج. ربما تكون هذه الطريقة مساعدة على الرؤية أو تكون صادقة، فهناك فعلا إشكاليات حقيقية تثيرها هذه الرواية. هذه الرواية الشخصيات فيها شخصيات متعددة جدا، كأنها تحلم أن تكون هي العالم على نطاق هذا الوطن. فالشخصيات في غاية التنوع، في غاية المراحل العمرية، ليست شخصية في مرحلة الشباب فقط، وإنما يلمس الشخصيات منذ الشباب ومنذ الطفولة إلى أن تكبر، وقد وضفت بحس
أمام هذا الوصف الذي يلمس إيقاع الزمن وتأثيره على الشخصية. صفحة 140 سأقرأ جزءا هذا على ما أريد. يتكلم عن الست إيزيد وهي من الشخصيات الحاضرة حضورا قويا في هذه الرواية. ونلاحظ الاسم إيزيد وكأنها إيزيد تثير قضايا هائلة ولها ذكرى شعورية داخل قلب كل إنسان. هناك كلمات لها ذكرى شعورية، بمعنى حينما تطلق كأنك تفتح السدادة فيخرج مارد عريض من العواطف والتاريخ من هذه الأسماء. اسم إيزيد حينما ينطق هذا الاسم على الفور تفتح السدادة ويخرج لنا تاريخ لا نهائي من الروعة والجمال والأمومة والألوهية والقصد والنماء على قلب هذا الرجل. دائما ما يستخدم الأدباء الكلمات ذات الذكرى الشعورية مثل السيف مثلا. لم تعد السيف من الأشياء التي لها تأثير في عالمنا المعاصر على الإطلاق، ومع ذلك يطيق لكثير من الأدباء أن يستخدموا كلمة السيف بديلا عن كلمة الصاروخ أو كلمة القنابل، لأن بمجرد ذكر كلمة السيف تثار ذكرى شعورية عريضة جدا لتاريخ البشرية الهائل منذ بداية. فهنا كلمة إيزيد لها هذا الرصيد من الذكرى الشعورية، وهي كانت في الأصل مطربة ذات صوت بهيج وتزوجت من ماهر أخو بنيامين، وكان عازفا في الفرقة وعازفا بسيطا ولكنها ضحت بكل شيء من أجل الارتباط به، وكان يطيب لها وهي في بيتها أن تخرج وقت الفجر فوق سطح العمارة تتنفس الهواء أو تتنفس عبير القرون على أرض هذا الوطن. فالهواء على أرض هذا الوطن يحمل رائحة القرون الغابرة بما فيها من حضارة باهرة. وقد أحسن الدكتور مليكة حينما وصف هذا الوصف لهذه السيدة إيزيد، يقول السيطرة الست إيزيد على فوق الباب يطرق، كان ضوء النهار يبدأ الغرفة، صارت تفيق عند الظهر رغم أنها في شبابها كانت تفيق قبل الفجر، صارت تفيق عند الظهر بعدما كانت في شبابها تتباهى بملء رئتيها بهواء الفجر النظيف، وهي تمارس تمارين الغناء فوق سطح العمارة كل يوم، لكنه السن والفراغ واليأس. سمع صوتا على الباب صرخ. الحس الزمن، الإيقاع الزمن، كيف يلتقط الكاتب تأثير الزمن على الشخصية؟ الزمن يكتب على وجوهنا كل لحظة كتاباته، وحينما تنظر إلى الوجوه نحن على الكاتب أن يقرأ الوجوه أكثر مما يقرأ الكتب، لأن على الوجوه كتب الزمن كل كتابات لافتة على وجه كل إنسان وعلى ملامحه. سنجد أن اللغة في هذه الرواية لغة لافتة، بمعنى أن إذا نظرنا إلى تصميم الرواية سنجد أن 20 فصلا، وكل فصل يبدأ بجملة مركبة جدا ولها قدرة باهرة على الإثارة. فمثلا حينما يقول في الفصل الأول لكل شيء تحت السماء وقت، لكل شيء تحت السماء وقت، بهذا صوت الحكمة، صوت كوني، ليس صوتا عاديا، ليس صوتا مؤلف، ليس صوت كاتب، وانما هو صوت الكون كله. يستطيع حين كل فصل ياتي بجمله واحده فقط،
هذه الجملة تحمل تركيزا كونيا لافتا. ربما يأخذ هذه الكلمة أحيانا من الكتب المقدسة، خصوصا القرآن الكريم فيه كلمات استعارها الكاتب المشهور ملكة ووضعها أيضا في بداية الأصول واكتبتها واقتبس منها الإنجيل وما إلى ذلك. إذا فالصدى النظر للسابقين موجود بقوة في هذه الرواية، مما جعلها معرضا للتعددية الصوتية، بمعنى أن هناك أصوات مقدسة تظهر في وسط عالم متشاحن ومتصاعد، والكل يظن نفسه أنه صاحب الحق الأول، ويستدل بالكتب المقدسة على صحة موقفه رغم تعارض المواقف، وكل موقف يستخدم الكتب المقدسة في التدليل على قوته. هنا هذه اللفتات التي تثير إشكالية الفكر الإنساني وإشكالية العقيدة الإنسانية عند كل إنسان. هذه الرواية تثير هذه الأشياء في البيت. كذلك أيضا هذه الرواية لها عقبات أخرى، فهو في بداية الرواية يقوم بإهداء ومقدمة ويستدعي أظهار الشر لبودلير. لماذا أظهار الشر بالذات؟ أظهار الشر، وكان هو العنوان الذي اختاره شعر بودلير لديوانه اللافت الذي كان فاتحا الرمزية في الأدب العالمي أو في الشعر العالمي. الرمزية سيمبوليزم، خصوصا بعد بودلير جاء ستيفان مالارمي وبولفانير. بودلير يستخدم عنوان ديوان أظهار الشر، الأظهار دائما حينما تنطق تثير عالم من البراءة والحب والخصوبة والارتياح، أظهار وليس فقط مراحل. ولكننا نفاجئ أن بودلير يجعل هذه الأظهار أظهار الشر. هذا التواصل مع العالم الروائي ليس صدفة، ليس صدفة أن يختار الدكتور مليكة هذا الاقتباس، لأنه يقول ربما كان هناك أظهار ولكن هذه الأظهار لا يجب أن ننخدع بها، وإنما هي أظهار الشر. فالشر يتحول إلى ظهر، والظهر يتحول إلى شر، وهذا يعطي أن العالم الذي تتناوله هذه الرواية عالما لا يسير في اتجاه واحد، وإنما هو عالم فيه تعدد خروبة وتصارعها، وهو عالم إشكال. وهذه هي الرؤية الفردة في هذه الرواية. مستويات اللغة في هذه الرواية، اختار الكاتب اللغة الفصحى في السرد والحوار، يعني السرد يميل بالفصحى والحوار يميل بالفصحى. وعلى الرغم من أنني كان لي شرف الحظ بأن أناقش مجموعة من الروايات الكثيرة على مدار الفترة القريبة الماضية، فإنني أسجل أن هذه الرواية ربما كانت من أقل الروايات أخطاء لغوية وإبداعية، لأن كم من أخطاء والدكتور شريف يعرف ذلك وقد اشترك معي في مناقشة وأشار هو إلى ذلك أيضا، كم من الأخطاء اللغوية والإبداعية في الكتابات الروائية المصرية فادحة حقيقة، وينبغي أن نعترف بذلك بلا حاجة، لأننا إذا اعترفنا بالخطأ ربما كان هناك أو وجدت إمكانية إصلاح هذا الخطأ، ولا نغفل رؤوسنا في أذننا. من مستويات اللغة أيضا أن الجملة المهيمنة على ماذا يتناسب مع الفعل. أتذكر مقالة الدكتور زكي نجيب محمود في الأهرام حينما حاول أن
اشتكاها في هذا العصر وكتب مقالة عنوانها هي جملة ينقصها الفعل، وكأننا في عالمنا العربي نتكلم أو نفعل الفعل ناقص عندنا، ربما الأسماء موجودة وإطلاق الأسماء ببساطة موجودة لكن لا يوجد فعل حقيقي. فكتب مقالة هي جملة ينقصها الفعل، يريد أن يقول إننا يجب أن نهتم بالجملة الفعلية في حياتنا، لأن الجملة الفعلية هي الفعل، والله قد منحنا الفعل لأنه خلقنا خلفاء نفعل ولا نسمي وإنما نفعل. فهذه الرواية معظم الجمل فيها جمل فعلية، ولكن الجملة فيها تبدأ غالبا بالفعل الماضي. وقد استمعت إلى الفصل أو جزء من الفصل الأول الذي تفضل الدكتور أليكا بقراءته، وكانت جمل ماضية كلها في الجانب، جمل فعلية وفعلها ماضي. الفعل الماضي دائما ما يشير إلى غلبة التذكر على الآن، غلبة الماضي. فمعظم الرواية تقول بيان الفعل الماضي. في هنا أيضا الجملة الطويلة في اللغة هي جملة فعلية فعلها ماضي، ولكنها جملة طويلة ليست فعلا وفعلا فقط، وإنما فعل وفاعل ومتعلقات كثيرة. قد تصل الجملة أحيانا إلى أكثر من نصف سطر في الجملة الواحدة. حينما يقول صمت الكل بعد كلامها المؤثر، فوجئت مريم بمن حاتم وأسرع بعدها جميل وقال. الجمل دائما فعلها ماضي. الزمان يستخدم زمانا عريضا وهو زمان رمزي، والمكان مكرس في العمارة أو البيت، والبيت دائما هناك العلاقة القوية بين الإنسان والمكان. وبشار له كتاب رائع عن جماليات المكان وكيف يتحول المكان إلى مكان إنساني بفعل التعود الإنساني عليه. أقول في النهاية هذه الرواية استطاعت أن تضع الإصبع في العين بشجاعة، ولم تهدأ ولم تتردد في أن تصف ما يحدث، لكن ذلك يجعلنا نظن أن العالم الذي نعيش فيه ربما كان في طريقه إلى أن يكون عالما سعيدا بفضل الكتاب الكبار يسعدوننا دائما بإبداعهم الذي يكون نبتة فذة في الحقل الإبداعي الروائي المصري. شكرا لكم والسلام عليكم. طبعا الروائي دكتور شريف ميليكا
يستخدم هذه التحولات ببراعة شديدة لأننا لا كان ندرك أن الضمير تحول من الضمير الجمعي إلى الضمير السالب العادي. بما أن الدكتور عايد عنده عشرة من اللغة، أنا حسست أحيانا أن الدكتور شهيد كان حائرا اللغة في الحوار، يعني هو كان حائرا بين أن يتحدث بعربية المثقفين أو أن يتحدث بالعربية المصرية الكلاسية أو حتى عبر الفصحى المصرية الكلاسية، الفصحى العربية الكلاسية أو حتى العربية الأصولية في مجازة الأول. كانت هناك حيرة نسبية في الحوار، كيف يكون الحوار وبأي لغة يكون الحوار. أود فقط قبل أن أترك الميكروفون للدكتور محمد علي سلامة أن أشير إلى أن الدكتور شهيد يعني أنا بعد أن قرأت هذه الرواية أصبح يومي سعيدا، يعني على نحو من الإلهاء أحسست بالتفاؤل وبالكثير وليس فقط ببصيص من الأمل بل بالكثير من التفاؤل، لأنه هكذا يكون الشريك الوطني يفكر الشريك الآخر على نحو ما، مما يدفعنا نحن أيضا إلى أن نفكر على نحو مختلف. الدكتور شريف عالج موضوعا صعبا بروح سرية وابتسامة شديدة العلو، ربما يكون هذا الموضوع مرا على بعض النفوس ولكنه آثر أن ينطلق إلى مصالح الوطن العليا. وأعتقد أن هذه الرواية ينبغي أن تكون، وإن كان العالم ليس يعني أتمنى أن يكون هذا الجمال، ولكن هناك إشكاليات ثقافية كثيرة في مصر وفي العالم العربي. أتمنى أن تكون هذه الرواية هي بداية لمحاولة التفكير في قضايا الوطن على نحو آخر، لأنه ربما ما جرى منذ 25 يناير حتى الآن كان بناء على انقسامات الوطن وخشية كل طرف أن ينفرد آخر الوطن ولذلك في اتجاهات معينة. نحن نعاني من محاولة تغيير هوية الوطن، لا يعاني منه المسيحيون فقط في مصر بل تعاني منه أطراف مصرية مسلمة عديدة. المسألة ليست سهلة على الإطلاق، وليست كما يتبدى أن مصر ليست فيها مشاكل وليست فيها انقسامات. في البنية المصرية الثقافية توجد انقسامات عديدة، وفي هذا الوطن يوجد من يعيشون قبل 15 قرنا من الآن، من توقفت مع الكتب قبل 15 قرنا من الآن، هناك من يود أن ينطلق إلى القرن 21 وبعد القرن 21، نحن نعيش أزمنة متجاورة في نفس الوقت ونفس المكان. كلمة الدكتور محمد علي سلامة. مختلفة خالص تماما عما وضعت له،
يعني يقرأ شعر مجنون ليلى ويقرأ شعر انهيار الديلامي ويقرأ أشعار أخرى، وشعره هو الغزلي في جوال ترجمان الأشواق في النظام للإمام العربي، ويحوله إلى نص صوفي بحت يقنعك تماما الإقناع أنك تقرأ نصا صوفيا بحت. أنا أذكر هذا لأن الرواية التي بين أيدينا ويعني سعدته سعادة غامرة لأن أعرف الدكتور شريف ولم أكن قرأت له من قبل، تعيدنا إلى عصر أول نقطة فيها أنها تعيدنا إلى عصر الأعمال الضخمة، الأعمال السرية الطويلة طويلة النفس. فنحن الآن نعيش في زمن المكثفات والمعجزات بتأثير الحركة السردية الجديدة وبتأثير طبعاً تداخل الشبكة العنكبوتية المؤثر جداً في النصوص الأدبية الآن، ومما نتج عنه قصص الوهم وغيرها لأنها أشياء. أما الدكتور شريف فقصد قصداً أن يعيدنا إلى مثلاً بداية ونهاية والثلاثية والأعمال الضخمة التي تأتي بالتفصيل كل الأشياء. طيب الرواية في الحقيقة أقربها من زاوية أنها رواية تاريخية بلا منازع. طبعا قد يصدم كلامي هذا كثيرا من الناس لأنهم يتصورون أن المفهوم الخاطئ الشائع على الرواية التاريخية هي الرواية التي تستلهم التاريخ، وهم لا يستوعبون نجيب محفوظ في رواياته التاريخية الثلاثة روايات نجيب محفوظ التاريخية الثلاثة روايات واقعية 100% بلا نزاع. ونجيب محفوظ أنا الآن أعيد كتاب بعد كتابين عن نجيب محفوظ، أعيد كتابا ثالثا أعيد تصنيف المسألة التي إحنا مشكلتنا أن النقاد يقولون شيء أو الكبار يقولون شيء ويجري وراءه الصغار في سيل من التردي في المقولات. نجيب محفوظ يعتمد كتابه على مثلث أو ثلاثية الإبداع، أعمال تاريخية ثلاثة بعدهم ثلاثة أعمال واضحة بلا كتاب. دعنا بقى نقلل نجيب محفوظ عشان ما حدش يقول أنت بتسرح بينا عشان تهرب من الرواية، لا خلينا في الرواية إجراءة جديدة خالص نجيب محفوظ. دكتور شريف يصنع رواية تاريخية بالمعنى الذي وضعه جورج لوكاش في روايته التاريخية في الكتاب الضخم عن الرواية التاريخية. ليست الرواية التاريخية هي التي تستلهم التاريخ وزي رواية جورج زيدان وهو إلى آخره، لا، الرواية التاريخية هي التي يمكن أن تجعلك تعيش التاريخ من غير أن تشعر أنه كتب التاريخ، وتدخلك في زمرة الأحداث التاريخية. هذه الرواية مريم والرجال هي مصر منذ مشاكل، وتعالوا نثبت ذلك بما نجد عن الجهش. من الذي أنشأ العمارة؟ رمسيس المصري، ده الأساس المؤسس رمسيس المصري الفراعنة، هذه المرحلة. بعد ذلك جاء بعده خمسة أجيال، مرقس حفيد رمسيس، وبعده ابنه نجيب وابنه إسحاق وبنيامين، ثم جيل ماهر وكميل، ثم جيل مينا ومنذر، وهذا خمسة أجيال. تعال نشوف مصر مرت بخمس مراحل رئيسة في حياتها بعد التأسيس الفرعوني: مصر عصر الهكسوس، مصر البطالمة، مصر الرومان، مصر القبطية، مصر الإسلامية. الخمسة ممثلين في الرواية بوضوح حتى ولو كان الكاتب ليست مهمتنا أن يقول لنا الكاتب أنه قصد هذا أو شيء من ذلك، لكن كل ذلك موجود بوضوح في الرواية. ولا أن الرواية كتبت وأرخها صاحبها بديسمبر 2013، مش كده ولا إيه؟ ها؟ لا، 31 ديسمبر 2013، صح؟
بعد ثورتين للشعب المصري يحاول أن يغير أو يعيد مصر إلى طبيعتها. مصر لها طبيعة خاصة. مصر لا يمكن أن تتشكل بتشكل أحد أتى عليها، بل هي التي تستوعبه ثم تصبغه بصبغها بصبغتها وتعيده إلى العالم بالرؤية المصرية. حدث هذا في عهد الرومان، حدث هذا في عهد البطالمة، حدث هذا في عهد الرسول. يجوا مصر يتحولوا إلى مصريين ويرجعوا بلادهم يبنوا الرؤية المصرية. العصر الروماني لما جاء بالمسيحية الرومانية وكذا اتحولت إلى قبطية مصرية أرثوذكسية، نقلت إلى الدنيا كلها بشكل سمح جدا. لما جاء الإسلام إلى مصر فشلت كل المحاولات التي حاولت أن تصنف مصر مرة إما إلى العلويين والشيعة ومرة إلى السنة ومرة إلى كذا، حتى إن الإمام الشافعي أنشأ فقه في بغداد، فلما جاء إلى مصر أنشأ فقه مصرية آخر تماما عن مختلف تماما عن الفقه العراق. ليه؟ لأن مصر بتراثها الحضاري برمسيس المصري الأصيل اللي كان باني تراثه على حضارة مكتوبة ووعي وثقافة. طبعا لا يبقى مقياس مصر بواقعنا الآن اللي متدني على كافة المستويات الثقافية والسياسية والعلمية والجامعية والشارعية كله. يعني ليست مصر خالص الآن الذي نعيشه الآن، ليست مصر. أحزاب لا تعرف ولا تأثير لها ولا دولة بتتخالف عشان برلمان. مصنفين عمالين يترزقوا ويتهربوا من الأولى ومن الأحمر ومن البتاع، وهم ولا واحد فيهم قايم بدوره الحقيقي اتجاه مصر. أساتذة الجامعات يتصارعون فيما يلوم على ساعة وساعتين ويسرقون كتبا وأبحاثا علمية، وإحنا الحمد لله طالعين يعني نمرة 17 على العالم في السرقات العلمية في الجامعات، في أساتذة الجامعات. الشارع كل واحد حطه قدام بيته ومحله طوب وبتاع وحديد وحطه هو يبني الشارع والكل يقفل. مش مهم يا مصر أي حد تاني يعيش معاه، مش دي مصر. مصر الأساسية اللي بيتكلم عنها هنا في الصفحات بقى الأخيرة، بدأت الصفحات الأولى والصفحات الأخيرة. وما بين هاتين المرحلتين حدث الصراع للأديان التي حاولت أن يفرض كل منها هيمنته على الآخر. لكن ما بين البداية والنهاية مصر هي مصر اللي أسسها رمسيس المصري البناية العظيمة دي. ولذلك لما قامت الست مريم باستيحاء إلى المسرحية كذا ترسيتا دي عملت من النساء. وخدوا بالكم إن النساء كان لهم دور خطير في الصورتين المصريتين، وهو مش حاسس كده بتردد منه، لكن النساء هم اللي أعادوا غصن الزيتون وأشجار العنب بعد ما كل واحد حاول يلون الدور بتاعه الأزرق والأصفر، فبقتش إحنا طبيعي واحد دور أزرق ودور أصفر ودور ولا إيه؟ إذا الرواية التاريخية كل ما تحمل معنى كلمة التاريخية، رغم إنها ما بتتكلمش عن التاريخ. ثانياً ولكي أدلل على ذلك أن الكاتب استخدم عنصرين أساسيين يحدثان لنا السمة التاريخية. واحد الراوي العجيب، والراوي العجيب غير مشارك في الأحداث على الإطلاق ويرفض، يبقى مؤرخ بيقرر. الراوي العجيب بيقرر، الراوي العليم اللي بيحكي زي الراوي الشعبي اللي بيحكي سيرة الوزير وسيرة سيف اليزن وسيرة المغلب وسيرة مش عارف وزير سالم وسيرة كذا، وبيبدأ يحكي. وعشان كده الإجابة بتاعت التساؤل بتاع الأستاذ عبد لما استخدم الراوي العليم كلمة ضمير الجمع إنها، لأن هذه سمة الراوي العليم الذي يتحدث عن كل من يتحدث معهم وكأنهم يشتركوا معهم أو هم يشتركون معهم في سمة واحدة. فاكرين جملة توفيق الحكيم في عودة الروح الكل في واحد؟ فنان مش عظم، إنه
الراجل الراوي العليم عايز تعود هذه الروح، انا وانت وانت لا نتصارع، تختلف طبيعي ان نختلف في الفهم، طبيعي ان نختلف في الرؤى، طبيعي ان نختلف في النقد، طبيعي ان نختلف في كذا، لكن يبقى في النهايه ان كلنا مجمع على ان نعيد لمصر روحها وسمتها عبر هذا العمل. العنصر الثاني الدال على التاريخية، استخدام المؤلف أو الراوي السارد، الراوي يعني مش الراوي العليم، المؤلف، تقنية الفلاش باك. الفلاش باك لا تأتي إلا في الأعمال التي تتسم بسمة التاريخية، مش حكاية التاريخ وإنه صقر قريش وإنه مش عارف، لا، فلاش باك لأنه يعيد يربط الحاضر بماضي، فمضطر الى ان يعيد صله الفلاش باك. والراجل ده اللي بيحكي ده كبير لكن بيتذكر حدث، وقال بالنص انا بتذكر لما كنا كذا في الجزء اللي اراه الدكتور شريف وهو بيبدا بيقول انا كذا. عشان كده كان حريصا ان يقول في العنوان مقدمه لا بد منها شخصيات هذه الروايه خياليه، هي خياليه لكن بقى الجمال، الجمال في التعبير والسرد انه جعلها، جعلني انا في البدايه اتخيل وانا قارئ واعي، مش قارئ عادي يعني هقرا البتاع سله، اشعر كان هذا الحدث بالامس وهو موجود في المنطقه التي شرحها ووصفها وقامها والى اخره. هنا نقطة تحسب بقى للسائد أن يمزج بين المتخيل وبين الواقعي ليجعلك تعيش لحظة أو تنزل من المتخيل إلى أرض الواقع. هنا لابد أن يعود بالفلاش باك بالذات، تكثر المناطق السردية الوصفية ويعتمد الحوار، لأنه يحكي تاريخ، مؤرخ، راوي شعب بيحكي سيره وبيستنهض الناس، فالمساله هتلاقي الحوار يجري في مجراه. استعان على هذه التوبه، على هذا الخليط التاريخي بتاع تاريخ مصر بمفتتحات للفصول. هذه المفتتحات مقولات من الانجيل، على مقولات من القران، على مقولات من التاريخ، على مقولات من الامثله الشعبيه، المقولات السائلة عند الناس. هنا جمال اللغة، لكن بقى في مناسبة هذه اللغة أنا أعتب عليه جدا، وأنا مختلف مع الدكتور عيني والأستاذ عام، لأن صديقك من صدق، من صدقك لا من صدقه، كان يجب لهذه العمل هذه الرواية ولهذا العمل أن تقرأ على دار رشد العين، أن تعهد لهذا العمل النفيس القيم إلى مصح ومدقق لغة عربية فيها كلمات نحن نعتمد في نقدنا على الكلمة اللغة، فيها أخطاء لا يمكن مطبعية ولغوية تسيء، يعني تأثر في العمل لولا أن يقارب وواعي وعارف اللغة وعارف القصد لما كانت صلحتها وكذا. يعني يقول لك إنما اغتاب شبح الموت أباه، اغتاب طب يقول لا تمشي، بس الدليل الكلمة هيبقى لها أدلة، لكن هي طبعاً اختال شبح الموت أباه، صح؟ الصدفة ده أنا ببدأ بالصدفة لأن أنا مشكلتي وأنا عمال أسأل أي عمل بقعد أصحح، يعني بقعد أصحح. مش كده؟ يزدري. ده في بقى صفحة 195 أوريك يا دكتور شريف والنبي لو طبعت الرواية طبعاً تاني أقول لهم حد يصححها لو لا والله العظيم انا مساعد اعملها له تطوعا، يعني انا اديله نسختي اللي انا مصحح فيها اللغه وياخدها يكتنس بها ويعمل ده، لانه كثير من الناس بيلوموا عليا لما اضغط على النقطه دي. لا هي مهمه، هي مهمه، مش مهمه، دي قضيه اليوم. احنا بنكتب ادب لغه فعلا، قضيه اليوم. انا بكتب لغه روايه عربيه، انا ما بكتبش روايه لاهوديه ولا روايه امهاتيه ولا روايه بتاع، انا بكتب بتكلم في المكان. وبعدين الذي يتحرك منه الكتاب المحتسون الان كان يفعله الكتاب الكبار. محمود تيمور لم يكن تمر روايه من روايات
ولا القلق في مبالغه الى ربها محمد شوقي امين المتخصص عضو مجمع اللغه العربيه نجيب محفوظ كان يعهد بروايات من غير ان يشعر احد الى واحد من المدققين باللغه العربيه ولذلك روايات المدققين تندب فيها الاخطاء فيها بس كل روايه فيها مره اثنين احنا بقى بنتحرك ازاي يا حاجات الابداع يا عم اللغه ايه؟ هو انا مش عارف ايه؟ انت هتجيب لي مدرس احمد لا طب امال استاذ شوقي ده اما يجي من فكرته مش بيديها على الجمله هو انا وانا مالك؟ ثانيا الكلمات هي اللي بترسم لي الحدث وبترسم لي الصوره فلما يجي اجي انا واحد يقول لك اختبى سائله قائمه لكن دلالتها ايه هنا؟ لو انا جيت فسرتها على انها اختبى هتلاقي خلل انما لما اجي اقول اختبى شبح الموت كذا خلصت الجمله بقت ملتصقه وفيها الصوره الخياليه المقصوده تعبير عنها اختبى شبح الموت ابا كده طيب ولذلك انا بقول لك والله يعني انا مستعد اديك النسخه اللي انا صححتها او ارجع اقراها تاني واصححها واديك النسخه تديها للدار تعيد تصحيح العمل وتنشره في صوره مصححه لان هذا الجهد العمل بديع وشوف يسرد الاحداث بتفاصيلها وبدقائقها وكانه ينقل لك الواقع الامين الذي كانت تعيشه مصر في مراحل متعدده من الامتزاج دون ان يدري احد من هذا مسيحي او يهودي او مصري وينقل لك لحظات اللي حدثت فيها الفتنه وبدا دوت يتنمر بده ويتربص بهذا وده يقول انا الارض وده يقول ده الاقذر وده الاجدر وده اللي هيعمل وده اللي هيعمل ثم تعود الدفه مره ثانيه في تآلف في عشاء في ليله في امسيه وانتهت الروايه الى ان الكل صار الكل في واحد. دي الطبيعه اللي علمتها لنا ورثناها من الفراعنه القدماء ايديولوجيات ما بتغيرناش انما هي مصر والمصريون هم المصريون يختلف الأديان تختلف الثقافات تختلف الأيديولوجيات لكن مصر تظل الهاجس الأكبر الذي يربطه ويذيب كل هذه الخلافات ويعيده مرة ثانية إلى حلبة المصرية التي لن تنفصل حتى لندن ستظل مصر أم الدنيا ومعلمة الدنيا من أجل ذلك أو في إطار هذا الأدنى المسألة بهذه الصورة تحتاج إلى تناصات جاءت تناصات من آيات القرآن الكريم في خضم العمل جاءت تناصات من أشعار مترجمة على كذا ده الشيء الجميل كمان إيه؟ اللمحة الجميلة وهو معرفش يدري أو لا كتب وهو في داخل العمل من غير ما يحس كده كتب لنا الأجيال اللي مرت على مصر في العالم الحديث في الدور الأرضي اللي فاضي ده اللي بنساه جاء اليوناني حول الفناء الصغير ما بين المدخل والقارة الأرضية إلى مدرسة لتعليم اليوناني مش اليوناني ثم جاء مستأجر فرنسي مستأجر عشان فترة من قعدة الفرنسي في مصر عامل زي الإيجار 3-4 سنوات صح يا مستأجر فرنسي حل بفكرة وجيزة عبر اهو صفحة 23 ثم بعد ذلك جاء المستأجر التركي اللي جسم على الأنفاس بقى وحاول يفرض وحاول يزل وحاول يعمل وهذا الأمر أن تركيا ما هذا مدى ساعة الحظر تلك ساعتين قبل الغروب مشاعر الصبارة طيب وبعدين وهكذا يعني المسائل مشي بهذه الطريقة باللي مروا على مصر في العصر الحديث والعصر الوسيط ولكن بقيت مصر للمصريين بقيت مصر صامدة شامخة كما اقتصر الدكتور شريف أن يعرفنا وجاءت التناصات من ثقافات مختلفة هي كل الثقافات التي مرت على مصرنا العزيزة ثم انصهرت وصارت ثقافات مصرية وأنا أمل أن يكون الإسر في المستقبل دور جديد يستطيع أن يسهم في حركة الثقافة العالمية بدل ما أضاعها أساتذتنا الكبار الآن الذين يدعون أنهم كبار أضاعوها لصالح الثقافات الأجنبية وكل يعني يقيس الناس بكلمتين أجنبيتين يرطل بهما
دي بقى الحته اللي انا قصدتها ان اقول تحياتي لك يا دكتور شريف رغم انك قائم في امريكا، انما مصريتك وعربيتك حزرت عليك ان ترطن بكلمات اجنبيه، فتحيه لك بالكل خير. فرق بين الشخوص ولم يرى ان الجميع ينتمون الى نفس التيار بنفس الطريقه، انما هو نظر الى الامر الاعمق بعاده النفسيه الكثيره والمتشعبه والمختلفه. ربما تكون هذه الروايه هي روايه استشرافيه على النحو، يعني اذا كانت هي روايه تاريخيه كما اشار الدكتور محمد عليه السلام، فربما يعتقد الكثيرون هو شخص متواضع، اعتقد ان ثمه مواجهه يجري تحضير لها الان، او يعني لابد من كذا بدايه اوروبا وامريكا بهذا الشكل، خاصه مع نمو الجاليات الموجوده في اوروبا وامريكا بعد ربما نصف قرن او بعد قرن. ان لم يدرك العالم الحكمه التي سعى اليها الدكتور شريف بليجن سوف تكون الامور وخيمه، ما يجري في افريقيا الوسطى وما يجري في بلاد اخرى كثيره، سواء على الاطراف الضعيفه كما الاطراف المسلمه او الاطراف المسيحيه. هذا ما لا نقول ولا نتمناه ابدا، وان كان يجري الان وسيجري ما هو افتح منه في دول فرنسا وايطاليا والولايات المتحده الامريكيه، يعني في حدود نصف قرن او قرن على الاكثر سوف تكون هناك مباراه العالم سوف يعاد تشكيله مره اخرى، وسوف تكون هناك مواجهات كبرى ما لم يتحلى العالم ما يمكن ان يسمى رساله المحبه التي نادى بها الدكتور شريف بليجا في هذه الروايه القيمه. بعد هذه المناقشه يفتح الباب للتعقيبات ويكون الدكتور شريف، ولكن الباب مفتوح للمصادر للتعقيب كيف نشاء هذه ومن رمسيس المصري. حضراتكم تكلمتم طبعا عن هذا المؤسس،
وفي أصغر حفيد في رواية هو اسمه محفوظ ابن مريم، وزوجها مهند اللي هو البطل الرئيسي، هو يعني يسمى محفوظ برضه هنا التسمية دالة جدا، وهو شخص يتمتع بالوسطية الفكرية وبالعلم ومبدع أدبي. طبعا نحتاج نتوقف عند هذه الشخصية برضه زي ما توقفنا عن رمسيس المؤسس. تعدد ياسر فيها طبعا حاضرة بشدة في زي ما حضراتكم قلتوا الوافدين والهجرات البشرية التي تراكمت أو وفدت عبر تاريخ مصر. وتدل طبعا ان مصر هي البوتقة اللي ظهرت كل هذه الثقافات والعقائد والحضارات، او هي النسيج الوطني اللي يعني نشا تلقائيا لم يفتعله احد يعني. فهذا خصوص التعددية الثقافية والتعاقب الاجيال من رمسيس الى محفوظ. حتى بعد محفوظ يعني بيحمد الكاتب الضمير النائب الاستاذ لافت النظر، يعني هو بيتكلم بصيغه اصغر الاجيال، بصيغه الشباب. ده في حد ذاته بيبعس على الامل، يعني هنا الشباب حاضرين في المشهد وهم هيتسلموا حتى في الصفحات الاخيره، هم هيتسلموا الرايه في الحفاظ على العماره، هذه العماره الجاده على الشموخ، وبيسميها العماره حتى الفخمه او الاوصاف دايما بيفخم في اوصافها. ممكن ننتقل بعد كده فيما يتعلق بالادب الرمزي، طبعا حضراتكم تحدثتم فيه، ودلالات حتى تاريخ انشاء العماره، هو بيقول ان هي منذ اكثر من 100 عام، و100 عام هنا طبعا ده يعني رقم او عدد رمزي، يعني تدل على امتداد في التاريخ الصحيح، بيشمل اكثر من 100 عام. موقع العماره عند تقاطع شارعين برضه له دلاله في الاسماء، فهو ان مصر كانت ملتقى جزء في العالم القديم طبعا، ملتقى القارات الثلاثه، وكانت قيادتها للعالم القديم يعني بارزه تماما بحكم وقوعها في وسط القارات الثلاثه في العالم القديم. الرموز طبعا عديده يعني زي ما حضرتك تفضلتوا، وهو حاطط كمان في مطلع الروايه عباره للاديب محمد المخزندي انه الكاتب هو يعني بيعطي رسالات رمزيه حتى لو لم يقصد هذا، يعني دي عباره داله لمحمد المخزندي انه اي كاتب هو بطبيعته بيدينا رسائل رمزيه حتى ولو يكن يقصد هذا. فده بيتعلق بالنهر. الموضوع الاخير هو انه ممكن نطلق عليه ان هو بيبشر به الخلاص بالثقافه بشكل اولا غير مباشر، ان هو الشخصيات بتتعرض لتحولات، يعني حتى مهند ابو الفتوح اللي هو اكثر الشخصيات يعني له اطماع او له نوازع توسعيه، هو في النهايه بيتحول بفعل الفن، يعني هو بيحضر عمل فني استعراضي المسرح الغنائي، فده بينتج عنه تحول نوعي في رؤيته للعالم. الى جانب ان مريم طبعا كانت دايما بتقوم بدور تنويري في المحاضرات الاسبوعيه اللي تعقدها كل يوم جمعه، الى جانب ان العائله اصلا لها نشاط فني، يعني عائله مبدعه وعائله مثقفه او بكل اجيالها. فالروايه بتنتهي بحل توافقي ما هواش صراع، يعني هو يعني يغلب التوافق على الصراع، وهي دي مسيره مصر في الحقيقه، يعني مساله انصهار الثقافات والتوافق الوطني كان حاضر دايما في تاريخها. وحتى في الصفحه الاخيره بيقول ان هو بنستعين بقوه مهند وحكمه ايزيس وفن فلان وعمليه انصهار لكل المهم.